بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله ثم يتمضمض لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين رحمهم الله من حديث علي رضي الله عنه. والمضمضة والاستنشاق مع الوجه داخلان في حكم غسل الوجه، فلا بد من المضمضة وهو إدخال الماء في الفم وتحريكه وطرحه، والاستنشاق سحب الماء إلى الأنف ثم إلقاؤه. فعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله المضمضة والاستنشاق سنة إلا في الطهارة الكبرى، يعني الجنابة أو الحيض، فيجب عند أبي حنيفة وتقدم ذلك. والصحيح أن المضمضة والاستنشاق تابع للوجه، فلا بد من المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وهما تابعان للوجه. قوله وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، لما رواه مسلم رحمه الله من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وقد ترجم عليه المجد جد الإمام ابن تيمية شيخ عبد السلام رحمه الله: باب غسل المسترسل من اللحية. الشعر الذي استرسل من اللحية يغسل مع الوجه. قوله ثم يديه مع المرفقين، أي يجب ذلك، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، لأن إلى في الآية بمعنى مع، إلى المرفقين يعني مع المرفقين، لا بد من غسل المرفقين. قوله ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، أي بدون تكرار. وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله: دليل ذلك أن عليا وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم لما وصفوا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا مسح الرأس مرة واحدة. قوله ثم يغسل رجليه مع الكعبين، الذي عليه علماء اللغة وأجمعت عليه الأمة أن المراد بالكعبين هما العظمان الناشزان أي البارزان في جانبي القدم عند ملتقى الساق والقدم. الكعب هو العظم البارز عند في جانب القدم، لا ما ذهبت إليه الشيعة من أن المراد به الذي في ظهر القدم. الشيعة مبتدعون يقولون المراد بالكعب الذي في ظهر القدم، وهذا غير صحيح، فالقدم هو كما ذكر العظمان الناشزان في جانبي القدم عند ملتقى الساق والقدم، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله صريح في ذلك، منه ما جاء في الصحيحين رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الرجال استعجل في الوضوء فقال: ويل للأعقاب من النار. العقب مؤخر القدم، إذا لم يصبه الماء ويل له من النار، فيجب إسباغ الوضوء وغسل أعضاء الوضوء جيدا. قوله ويقول ما ورد، يعني بعد تمام الوضوء، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ
فيسبغ الوضوء أي يكمل الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فضل عظيم. إذا فرغت من الوضوء تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أجر عظيم وثواب عظيم. فلا تنسى أخي المسلم أن تقول هذا بعد تمام الوضوء، وتعتقد الكفر بجميع المعبودات الباطلة، وتخلص العبادة لله، وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، تصدقه فيما أخبر، وتطيعه فيما أمر، وتجتنب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، وتعبد الله بما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رواه أحمد ومسلم والترمذي رحمهم الله، وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بعد تمام الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال المؤلف رحمه الله: وتباح معونته وتنشيف أعضائه، يعني يباح أن يساعدك أحد في غسل الوضوء في أعضاء الوضوء، لا بأس أن يعينك أحد في غسل أعضاء الوضوء. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة رضي الله عنه جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، متفق عليه. فدل على أن المعاونة في الوضوء لا بأس بها. قوله: وتنشيف أعضائه، لما روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. رواه الحاكم والترمذي رحمهم الله، وقال: إسناده ليس بالقائم، يعني إسناده فيه ضعف. وضعف الحديث أيضاً ابن حجر وابن القيم رحمهم الله. باب مسح الخفين. ومن محاسن ديننا الإسلامي وشريعتنا المطهرة جواز المسح على الخفين، رحمة بنا وشفقة علينا، وتسهيلا لأداء ما نؤديه لربنا وخالقنا من عبادة. فشريعتنا الإسلامية ليس فيها أغلال، أي تشديد، ولا آثار، ولا ضيق، ولا حرج، فلربنا الحمد على ذلك. وبعدا لمن لم يحكم هذه الشريعة المباركة ويتمثل ويمتثل أوامرها، وسحقا له سحقا. فائدة: يشترط لجواز المسح 8 شروط. الشرط الأول: أن يكون طاهرا، أن يكون الخف طاهرا، وهو ما يغطي الكعبين، النعل الذي يغطي الكعبين هذا هو الخف، لا بد أن يكون طاهرا. الشرط الثاني: أن يكون مباحا، لا يكون مأخوذ حق الناس. الثالث: ساترا للمفروض، أن يكون الخف يغطي الكعبين. الرابع: إمكان المشي بهما عرفا، أن يمكن تمشي بالخف. خامسا: أن لا يصف البشرة، أن يكون الخف ثخين، لا يرى البشرة، لا يرى جلد الرجل.
السادس ثبوتها بنفسهما، يعني أن يثبت الخف في القدم بلا حب بلا شيء. وعند الشيخ ابن تيمية لا يشترط ذلك رحمه الله. السابع أن يكون بعد كمال الطهارة، أن تلبس الخف بعد غسل الرجلين، تلبس الخف بعد الوضوء وغسل الرجلين. الثامن أن لا يكون واسعا، أن لا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض. يجوز يوما وليلة للمقيم، المس على الخف يجوز يوما وليلة للمقيم الذي هو مقيم في البلد غير مسافر، لحديث علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر. المسافر إذا توضأ وغسل رجليه ولبس الخف يجوز أن يمسح على الخف 3 أيام بلياليها إذا كان مسافراً، ويوماً وليلة للمقيم، الغير مسافر يمسح على الخف يوم وليلة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن حبان رحمهم الله تعالى، وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. وبالتوقيت قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله يوم وليلة للمقيم 3 أيام ولياليها للمسافر، ولو نام ولو بال ما زال الخف في القدم يمسح يوم وليلة إذا توضأ يوم وليلة، إلا من جنابة، إلا إذا أجنب يخلع الخف وغيره ويغتسل. وعند مالك رحمه الله لا توقيت، بل يمسح لابس الخفين ما لم تصبه جنابة، ولكن التوقيت ورد كما تقدم للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليها. وقاله الشيخ تقي الدين في حق المسافر يجوز يوما وليلة للمقيم ولمسافر 3 أيام 3 بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق أي ثخين ونحوهما. قوله من حدث بعد لبس، وبه قال الثلاثة رحمهم الله، ذكر ذلك عنهم صاحب الإفصاح رحمه الله. أن إذا توضأت وغسلت رجليك ولبست الخف، فإذا أحدثت وتوضأت بعد الحدث تمسح الخف يوم وليلة للمقيم 3 أيام ولياليها للمسافر، والخف يكون باقي في القدم. قوله وجورب، وقال الأئمة الثلاثة رحمهم الله لا يجوز المسح على الجوارب، ذكره عنهم ابن رشد في بداية المجتهد رحمه الله. دليلنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الجوربين والنعلين. الجورب يعني شراب متين يمكن مشي عليه، فيمسح عليه يوم وليلة للمقيم 3 أيام ولياليها للمسافر، شراب ثخين يمشى به. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وضعفه أبو داود
رحمهم الله، فإنه قال بعد سياقه: وكان ابن مهدي رحمه الله لا يحدث به وليس بمتصل. ثم قال أبو داود رحمه الله: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث رحمهم رضي الله عنهم. وروي ذلك عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما انتهى. وقال ابن المنذر رحمه الله: يروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد رضي الله عنهم. قلت: تلخص مما نقل، تلخص مما نقل أبو داود وابن المنذر رحمهم الله أنه قول 13 صحابيا رضي الله عنهم، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ورجحه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. قال: والمسح على الجوربين قول أكثر أهل العلم. تنبيه: لا يجوز المسح على الخف الذي فيه خرق، إذا كان الخف فيه خرق لا يجوز المسح ولو كان يسيرا. وبه قال الشافعي رحمه الله، وعند مالك يجوز رحمه الله، يجوز إذا كان الخرق يسيرا. واشترط أبو حنيفة رحمه الله أن يكون الظاهر، أن الموضع الظاهر من القدم أقل من 3 أصابع. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله جواز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا. وقال في الإنصاف رحمه الله: واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعبين. واشترط أبو حنيفة رحمه الله أن يكون الظاهر أي من القدم أقل من 3 أصابع، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر. يعني ويجوز المسح على العمامة إذا كان عليك عمامة مشدودة عند الوضوء، تمسح ناصيتك مقدمة الرأس وتكمل على العمامة، تكمل المسح على العمامة إذا كانت العمامة مشدودة يشق حلها وربطها، فيجوز المسح عليها، تمسح على الناصية وتكمل على العمامة. محنكة يعني أن يكون لها جزء تحت الحنك، عمامة جزء منها تحت الحنك تحت الرقبة، أو ذات ذؤابة، أو يكون لها ذؤابة يعني من خلف، جزء من خلف، من خلف الرأس. وقال الأئمة 3: لا يجوز. دليلنا حديث ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية من قطعة من الجيش رضي الله عنهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه رحمهم الله، وأخرج الترمذي وصححه رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. وأخرجه أحمد والبخاري رحمهم الله عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه مثله. وقال به من الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وأنس وأبو أمامة وأبو الدرداء وسعد بن مالك رضي الله عنهم، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ورجحه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، والشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. قوله محنكة أي العمامة جزء منها تحت الرقبة تحنيك، أو ذات ذؤابة
أي فلا يجوز المسح على العمامة الصماء يعني التي ليست محنكة ولا ذات ذؤاب. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله الجواز، والمحنكة هي التي يدار منها مرة أو مرتين تحت الحنك تحت الرقبة. قال: وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤاب، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر. المرأة إذا كان على رأسها خمار و مدارة تحت حلوقهن يعني وأدارته تحت حلقها، وأما إذا كان مفتوح لا، في حدث أصغر يعني غير الجنابة. أما الجنابة فيجب أن تغتسل وتخلع كل ملابسها. ذكر ابن المنذر رحمه الله عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها، الخمار الذي على الرأس لكن تديره تحت حلقها. وقد روى سعيد بن منصور في سننه رحمه الله عن بلال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امسحوا على النصيف الخمار والموق، الموق الخف. قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد رحمه الله: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله عن بلال رضي الله عنه قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار. ولفظ أحمد الخمار يعني العمامة، ولفظ أحمد امسحوا على الخفين والخمار يعني العمامة. وأما المرأة التي ليس عليها خمار وليس تحت حنكها شيء فتمسح على الشعر، تمسح على رأسها. قوله في حدث أصغر يعني غير جنابة، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام وليالهن ويوما وليلة إذا أقمنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول إذا تغوطت أو بلت، والخف في قدمك تمسح عليه إلا بالجنابة فتخلع الخف وغيره وتغتسل. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن خزيمة وصححاه رحمهم الله. وقال الخطابي رحمه الله: هو صحيح. قال: وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. الجبيرة التي توضع على محل الكسر إذا انكسر عليك في العضو، عضو الوضوء كسر عظم وجعلت جبيرة تمسح على الجبيرة، لكن الجبيرة تكون قدر محل الحاجة لا يكون زائد عن محل الحاجة، وتمسح على الجبيرة التي وضعت لمعالجة الكسر، أسأل الله العافية. وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة يعني على قدر المكان الضروري، ولو في أكبر أي ولو في الجنابة يمسح على الجبيرة إلى أن يحلها، لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء.
فاغتسل فمات لأنه وقع حجر على رأسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله. غضب الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قالوا: ليس لك رخصة في التيمم، واغتسل ومات. قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ كان يجب عليه من يسأل، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه هذا الذي على رأسه جرح، يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، يتيمم ويربط محل الجرح ويمسح على ذلك المكان ويتيمم. ورواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني رحمهم الله. ولا يخلو هذا الحديث من مقال، ولكن قال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه ابن السكن رحمه الله، وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. وقد تعدد طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. من مسح في سفر ثم أقام أو كان مقيم ثم سافر أو شك في ابتدائه، ابتداء مسح الخف، فمسح مقيم أي يمسح يوم وليلة. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، يعني 3 أيام ولياليها. ولا يمسح قلانس، إذا كان على رأسه كفية ما يمسح عليها، إنما المسح على العمامة المشدودة. قال المعلق: قلانس مفرده قلنسوة، وهي تلبس في الرأس كما في القاموس، فلا يجوز المسح على الكفية لأنها ليست مشدودة. وقال في الإنصاف: القلانس مبطنات تتخذ للنوم. وقال ابن حجر رحمه الله: القلنسوة غشاء مبطن تستر به الرأس. قوله: ولا لفافة، أي ما يلف على العضو من ثوب، وفاقا للثلاثة. وظاهر كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله الجواز. ولا ما يسقط من القدم، الذي ما يثبت في القدم أو يرى بعضه، يرى بعض القدم لا يمسى عليه. فإن لبس خفا على خف، يعني خفين، خف عليه خف آخر، فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، فالحكم للخف الفوقاني يعني الأعلى، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى سوقه، يمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه، تمسح من الأصابع إلى الساق على الخف دون أسفله، لا يمسح أسفله، لكن من أصابع القدم إلى ساقه تمسحه من فوق الخف وعقبه، يمسح على العقب هو مؤخر القدم، وعلى جميع الجبير، يمسح على الجبير كلها. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة، يعني يتوضأ من جديد ويغسل رجليه. وقائم باب نواقض الوضوء، ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. كل ما خرج من السبيل من طريق البول أو طريق الغائط ينقض الوضوء. قال: وظاهر قدم الخف، يعني تمسح على
ظاهر قدم الخف، وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين، لا تمسح أسفله لكن على ظهر الخف. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه رحمهم الله. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. الدين بالدليل ليس بالرأي، ولو كان بالرأي قلنا أسفل الخف هو الذي يمسح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف ولم يمسح أسفله. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي. رواه أبو داود والدارقطني، وقال في التلخيص حافظ ابن حجر وإسناده صحيح رحمهم الله. تنبيه: على الصحيح من المذهب لا يسن مسح أسفل الخف، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال مالك والشافعي يسن ذلك رحمهم الله. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة، يعني يستأنف الوضوء وغسل القدمين من أوله. قوله بعض محل الفرض، وجه ذلك أن المسح بدل من غسل القدمين، فيبطل بخلعهما، إذا خلع الخف بطل الحكم. وعند الثلاثة رحمهم الله، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، إذا خلع الخفين وغسل قدميه فطهارته باقية، وهو اختيار الشيخ، لكن القول الأول أنه إذا خلع الخف بطل الحكم ويستأنف من جديد. قوله أو تمت مدته، يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام ولا يليها المسافر. دليل ذلك مفهوم أحاديث التوقيت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام لا يليها. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا تبطل الطهارة بذلك، فإنه قال: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري رحمه الله، كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور رحمهم الله. باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل، يعني من طريق البول أو طريق الغائط، وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا انتقض الوضوء لا بد أن يجدد الوضوء. قوله أو كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط، لحديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. فالقيء ينقض الوضوء، إذا كنت متوضئا وخرج منك القيء انتقض وضوء. أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، قال: صدق، أنا صببت وضوءه، أي صببت الماء لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي، وقال هو أصح شيء في هذا الباب رحمه الله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجه وابن حبان وابن مندة، وقال إسناده صحيح متصل رحمهم الله.
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف، الرعاف الدم من الأنف، أو قلس أو مذي، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو بذلك لا يتكلم. قال المعلق: قال رواه ابن ماجه والدارقطني رحمهم الله، وهذا الحديث عند كثير من الحفاظ مرسل. وقال في بلوغ المرام الحافظ ابن حجر: ضعفه أحمد وغيره، هذا الحديث ضعيف. وروى الشافعي والبيهقي والبخاري تعليقا رحمهم الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة، يعني دمل، كان في جسده دمل، عصر ذلك الدمل ودلك بين أصابعه بما خرج منها وصلى ولم يعد، يعني الدمل إذا خرج منه الوسخ لا ينقض الوضوء. قال: وزوال العقل، الناقض الثاني من نواقض الوضوء زوال العقل، إلا يسير نوم من قاعد، إلا إذا كان قاعد ونعس لا ينقض، أما إذا نام مضطجعا أو متكئا ينقض الوضوء. إذا زال العقل بجنون أو إغماء أو سكر انتقض الوضوء إجماعا. دليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء كما جاء في الصحيحين رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قوله: من قاعد وقائم، إذا كان قائم ونعس أو قاعد ونعس لا ينقض الوضوء، لما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، يعني ينعسون، ثم يصلون ولا يتوضؤون. فالنعاس لا ينقض الوضوء، أما إذا نام مضطجعا أو متكئاً انتقض وضوءه، وإذا كان قائم ونعس كذلك لا ينتقض الوضوء. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما في قصة تهجده، أي صلاة التهجد مع النبي صلى الله عليه وسلم: فجعلت إذا أغفيت، يعني نعست، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذني، يعني ينبهه، رواه مسلم. فهو قائم يصلي نعس فلا ينقض الوضوء، رواه مسلم رحمه الله. وقال مالك: لا يجب الوضوء على من نام جالسا، بل على من نام مضطجعا أو ساجدا. وقال الشافعي رحمه الله: على كل من نام الوضوء إلا من نام جالسا. وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: النوم لا ينقض مطلقا إن ظن بقاء طهارته. الناقض الثالث: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما أي القبل والدبر من خنثى مشكل، هذا أيضا من نواقض الوضوء. الناقض الثالث: مس الذكر، يعني بدون حائل، إذا مس ذكره تحت الثوب انتقض وضوءه. وكذلك المرأة إذا مست فرجها من دون حائل انتقض وضوءها. ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى، الخنثى التي لها ذكر وفرج، إذا مست ذلك انتقض وضوءها. ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. قال: وبه قال مالك
والشافعي رحمهم الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: مس الذكر لا ينقض الوضوء. دليلنا حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، يعني بدون حائل. رواه الخمسة ومالك والشافعي وابن خزيمة والبيهقي وابن الجارود، وصححه الترمذي والحاكم وابن معين وابن عبد البر وابن حبان، ونقل ابن حجر عن البخاري أنه قال: هو أصح شيء في هذا الباب رحمهم الله. ورجح ابن القيم رحمه الله في التهذيب حديث بسرة رضي الله عنها على حديث طلق بن علي من سبعة أوجه. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن مس الذكر ينقض إن تحركت الشهوة وإلا فلا. قوله بظهر كفه، يعني مس ذكره أو فرجها بظهر كفه أو بطنه انتقض الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء. من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد وابن حبان والشافعي والبيهقي، وصححه الحاكم وابن عبد البر رحمهم الله. قوله: ومسه امرأة بشهوة، لقوله تعالى: أو لامستم النساء، على القول بأن المراد به ما دون الجماع. يعني هناك تفسير لامستم النساء يعني الجماع، ومنهم من قال المراد به اللمس. وبذلك قال مالك رحمه الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا نقض إلا أن يباشرها مباشرة بالغة وينتهي إلى ما دون الإيلاج. وقال الشافعي رحمه الله: إذا لمس امرأة غير ذات محرم من غير حائل انتقض الوضوء بكل حال. وأما كون اللمس لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، فللجمع بين الأدلة بين الآية والأخبار. وقد أخرج مسلم والترمذي رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان. فدل على أن المس إذا كان بدون شهوة لا ينقض. وجاء في الصحيحين رحمهم الله أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي، يعني قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبلت رجلي. فدل على أن المس العادي لا ينقض الوضوء. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: لا ينقض اللمس مطلقا، أو تمسه بها، أي المرأة تمس زوجها بشهوة، لعموم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد والبيهقي والدارقطني وابن الجارود واللفظ له. ومس حلقة دبر، إذا مس حلقة الدبر، لا مس شعر وظهر وأمرد، ولا مع حائل، ولا ملموس بدنه، ولا وجد منه شهوة، كل ذلك لا ينقض الوضوء. وينقض غسل ميت، إذا غسلت الميت ينتقض وضوءك. وأكل اللحم خاصة من الجزور، أكل لحم الإبل
ينقض الوضوء، وكل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت. قال: ومس حلقة دبر. وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: مس حلقة الدبر لا ينقض الوضوء. وأحمد، وعن أحمد رحمه الله أن مس ذلك لا ينقض الوضوء. قال في التنقيح اسم كتاب وهو أظهر قوله: وأمرد. الأمرد الشاب الذي لم ينبت شعره، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. قوله: ولا مع حائل إذا كان من فوق الثوب. وبه قال أكثر العلماء رحمهم الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وتقدم قريبا. قوله: ولا ملموس بدنه. وبه قال الشافعي رحمه الله وقال مالك: ينتقض وضوء الملموس بدنه. قوله: غسل ميت أي ينقض الوضوء، إذا غسلت الميت انتقض وضوءك، لما روى عطاء رحمه الله أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، ولأن غاسل الميت لا يسلم غالبا من مس عورته. وعن أحمد رحمه الله: لا ينقض غسل الميت، وهو قول الأئمة الثلاثة، ورجحه في المغني والشرح، وهو اختيار الشيخ رحمهم الله. وأكل اللحم خاصة من الجزور، وبهذا قال أكثر علماء الحديث وكثير من فقهاء الأمة الإسلامية، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية تقي الدين رحمهم الله، ورجحه ابن القيم رحمه الله في كتابيه التهذيب والإعلام. فأكل لحم الإبل ينقض الوضوء. وقال النووي رحمه الله: الدليل مع أحمد رحمه الله، وإن كان الجمهور على خلافه انتهى. وعن الأئمة الثلاثة رحمهم الله: أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. دليلنا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. رواه مسلم وأحمد وابن ماجه رحمهم الله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: لا. قال: أفأصلي في مرابض الغنم، أي مبارك الغنم؟ قال: نعم. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: فأصلي في أعطان الإبل، أي مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وابن ماجة وابن خزيمة والبيهقي رحمهم الله. ونقل البيهقي رحمه الله عن أحمد وإسحاق بن راهوية رحمهم الله أنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديثان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما. ونقل البيهقي رحمه الله أيضا عن ابن خزيمة رحمه الله أنه قال: لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جمعة النقل لعدالة ناقله، أي رواته عدول ثقات. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس
بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه، يعني رياحات وغير ذلك، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أي صوت الضراط، أو يجد ريحاً، ريح الفساء، يعني لا ينصرف من الصلاة حتى يتيقن الحدث. وأما ما زال هو يشك ولم يتيقن فلا ينصرف من الصلاة. ويحرم على المحدث مس مصحف الذي على غير وضوء لا يمس المصحف، لقوله جل ذكره: لا يمسه إلا المطهرون. ولحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه وجاء فيه: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك والشافعي والنسائي وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم وغيرهم رحمهم الله. ولشهرة هذا الحديث قبله علماء الأمة الإسلامية وطبقوا ما فيه من أحكام. وفي السيرة لابن هشام رحمه الله في قصة إسلام عمر رضي الله عنه أن أخته فاطمة رضي الله عنها قالت له: إنك نجس على شركك، وأنه لا يمسها إلا طاهر، تعني الصحيفة التي فيها سورة طه. فاطمة رضي الله عنها قالت لعمر قبل ما يسلم: إنك نجس على شركك، وأنه القرآن لا يمسها إلا طاهر، تعني الصحيفة التي فيها سورة طه. وقال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: وأجمعوا على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف، قلت: وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. تنبيه: على الصحيح من المذهب يجوز حمل المصحف بعلاقته، يعني إذا كان له شيء يعلق به، يعني حبل أو كيس أو نحو ذلك. وفي غلافه، إذا كان له غلاف له بيت ومسه من وراء حائل، يعني دون من وراء، يعني المصحف في داخل ثوب، مس ذلك الثوب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو اختيار الشيخ وابن القيم رحمهم الله. وقال مالك والشافعي رحمهم الله: لا يجوز ذلك إلا من متطهر، أي متوضئ. والصلاة والطواف، أي لا تجوز الصلاة للمحدث ولا الطواف للمحدث، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقل الكلام. رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم والدارقطني رحمهم الله. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله انتهى. ولكن شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله يميل إلى تضعيف هذا الحديث. باب الغسل وموجبه الذي يوجب الغسل خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما. إذا خرج المني بلذة وجب الغسل من غير نائم. إذا خرج المني بدفق وجب الغسل، وإذا خرج المني وهو نائم لم يدري
له دفق أو ما له دفق فعليه الغسل، إذا كان النائم خرج منه المني عليه الغسل. وروى الخمسة قال: ومن موجبات الغسل على الصحيح من المذهب ثمانية: الأول انتقال المني أي من مكانه، الثاني خروجه من مخرجه، الثالث أن يكون دفقاً بلذة، الرابع تغييب الحشفة أن يغيب الحشفة في الفرج، الخامس إسلام الكافر، الكافر إذا أسلم يجب الغسل، السادس الحيض، الحائض إذا انقطع دم حيضها تغتسل، السابع النفاس إذا نفست تغتسل، الثامن الموت، الميت يغتسل يغسل. قوله دفقا بلذة، خروج المني دفقا بلذة، وبه قال مالك وأكثر العلماء رحمهم الله. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذقا فلا تغتسل، ولكن خروج المني يوجب الغسل. رواه أحمد ورواه أبو داود رحمهم الله، ولفظه: فإذا فضخت الماء فاغتسل، وسكت عنه. خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، أما النائم إذا وجد المني يجب عليه الغسل، أي فالنائم لا يشترط في وجوب الغسل عليه الدفق واللذة لأنه نائم.